أخبار اليوم. عندي مجموعة لعيبة رائعين مستعدين إن هم يكونوا أقوياء، إن هم يقدموا أفضل ما عندهم، ما يدخلوش بأي مجهود. إن هم يسيبوا الأنانية على جنب، يسيبوا المصالح الشخصية أو الفردية حتى على جنب. كل واحد فيهم يروح المباراة اللي هيلعبها هو عارف إن هو علم مصر في قلبه جواه. لازم يحميها ولازم إن هو يتشرف بالعلم مصر اللي جواه ده. مش بس اسمه كلاعب او بيلعب في نادي ايه، في حاجات كتيره جدا هو بيسيبها على جنب. هو ده تلخيص صغير بالنسبه لحالتي مع المنتخب المصري في الوقت الحالي. انا بقول لعيبتي هم كلهم، بقول لعيبتي كلهم لان انا جزء من، انا اعتبر جزء منهم. طبعا في اوقات الواحد بيرتكب اخطاء، في كل الناس مرات بيرتكب اخطاء، اللعيب بيخطا، المدرب بيخطا، كل الناس بتخطا، لكن احنا بنحاول نقلل اخطاء على قد ما نقدر. لكن عقليتنا دايما عقليه الفوز والمكسب الموجوده في اللاعبين كلها، حتى اللاعبين اللي مش موجودين النهارده معانا. طبعا كانوا يتمنوا ان هم يكونوا موجودين معانا النهارده، لكن ممكن يكونوا موجودين في المعسكر اللي جاي. ده بشكل عام طريقتي وتفكيري مع اللاعبين في الاستعداد ده. في حاجه